لسه مستمرين مع النادي الأهلي. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تفقد عدد من المشروعات الإنشائية داخل فرع الأهلي بالشيخ زايد، وفي مقدمتها طبعا كانت منطقة جلوس الأعضاء اللي تم افتتاحها مؤخرا بعد الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بها، وكذلك متابعة مراحل العمل في ملاعب كرة القدم المغطاة بالنجيل الصناعي وملاعب البادل وأماكن انتظار السيارات وبوابة النادي طبعا، غيرها طبعا من الإنشاءات والمشروعات المقررة افتتاحها خلال الفترة المقبلة والمدرجات ضمن الخطة الإنشائية بالفرع. المدرجة طبعا ضمن الخطة الإنشائية بالفرع. رافق الكابتن محمود الخطيب خلال الزيارة طبعا دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس إدارة النادي الأهلي واللواء ناصر أبو زيد مدير فرع زايد واللواء يحيى أباظة مدير الأمن وبحضور الشركة المنفذة للمشروعات. استمع طبعا الكابتن محمود الخطيب زي ما حضراتكم شايفين في الصورة كده إلى شرح من المهندس سامح علي كامل للمشروعات الإنشائية داخل فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد، ومراجعة المواعيد التي سبق أن تم تأكيدها والتأكيد عليها للانتهاء من هذه المشروعات، ووجه خلال حديثه مع المستشار الهندسي والشركة المنفذة بضرورة الالتزام بالمواعيد مع مراعاة جودة المواصفات في كافة المشروعات. وطبعا المهندس سامح علي كامل قال إن منطقة جلوس الأعضاء اللي تم الانتهاء منها وافتتاحها بشكل رسمي وتضم شاشة عملاقة على أعلى مستوى تعد إضافة جديدة على المستوى الخدمي لأعضاء النادي الأهلي، لافتا إلى وجود مخطط إنشائي لربط عدة مناطق داخل الفرع، وأشار إلى اتخاذ خطوات جديدة في ملف حمام السباحة بالشيخ زايد حيث سيتم طرح الأعمال الخاصة بحمام السباحة الأسبوع المقبل. طبعا ده للبدء في تنفيذ والأخذ في الحسبان الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لكافة المشروعات. شغل النادي الأهلي ما بينتهيش، خلي بالكم، رغم افتتاح فرع الخامس أو الفرع الرابع في التجمع الخامس، شغالين في موضوع العالمين فرع العالمين، وشغالين في التطوير في الفروع اللي موجودة سواء فرع زايد أو فرع الفرع الرئيسي أو فرع مدينة نصر. كل دي حاجات النادي الأهلي لا يغفل عنها، وانت بتاخد بطوله بتبص اللي بعديها، وكمان بتعمل فرع بتبص التطوير اللي موجود عندك فيه وبتبص الفرع اللي بعديه. طريقه النادي الاهلي الحقيقه اللي ما بتتغيرش يعني.